أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلين مساء اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال لمنطقة الكنيبة وسط مدينة غزة. وكانت قوات الاحتلال نفذت منذ فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية ومناطق زراعية خالية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة في تصعيد عسكري أكدت حركة حماس أنها سترد عليه بقوة، حيث توالت أنباء عن انفجارات ناجمة عن اعتراض قبة الاحتلال الحديدية لصواريخ المقاومة في مستوطنات غلاف غزة. تصعيد مستمر لم تكتفي قوات الاحتلال معه بما أوقعته من شهداء وجرحى خلال أحداث جمعة مسيرات العودة الكبرى التي عنونت بجمعة الوفاء للخان الأحمر وانتهت بسقوط شهيدين و220 إصابة مع الكثير من الألم. الرسالة اللي بنوجهها للمجتمع الدولي بأنه يجب أن يستيقظ ضميره ولو للحظة ليرى هذه الأطفال الأبرياء الذين يموتون على الحدود دون أدنى سبب، فقط لأنهم فلسطينيون، فقط لأنهم يعبرون عن غضبهم بأنهم يريدون حق العودة. تعودنا يعني على مثل هذه الجرائم من هذا الاحتلال الذي طبعا يعني يمارس أبشع الممارسات الفاشية، يعني يواجه بالرصاص الحي وبالقناصة أطفال وفتية في مسيرات سلمية في أدواتها وفي طابعها، طبعا تنادي بحق العودة لشعبنا الفلسطيني. غارات متتالية هزت أرجاء قطاع غزة وأرعبت صغارها وكبارها، غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية وحملت رسائل استفزازية لها، أرفقت بتهديدات لزيادة حدة الحصار على القطاع وتوجيه ضربات موجعة للفصائل الفلسطينية، ما يفتح مجالاً لتوقع ارتفاع حدة التصعيد. التصعيد قائم أصلاً عندما اتخذت إسرائيل في الأسبوع الماضي ونفذت قرار بتشديد الإغلاق على قطاع غزة براً وبحراً وجواً. نحن في زاوية شديدة الحدة فيما يتعلق بالسباق بين الخيار الفلسطيني فيما يتعلق بإنقاذ غزة والخيار الأمريكي الإسرائيلي. ومع استمرار ضربات الاحتلال الإسرائيلي يصر الفلسطينيون على المضي قدما بمواجهته وتحمل المزيد من الضغط الذي يرون بأنه سوف يولد انفجارا عظيما في وجه الاحتلال. منى عوك، القناة رؤيا، غزة، فلسطين.